السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيت لكم بفيديو جديد من لعبة جي تي اي سان أندريس. سوف نقوم بتجربة مميزة جدا جدا. جميعنا يا رفاق أو أغلبيتنا أو أغلبية الأشخاص الذين قاموا بلعب جي تي اي سان أندريس قاموا بإنجاز المهمة الأولى، يعني في أول مرة قاموا بلعب لعبة جي تي اي سان أندريس، وعندما حاولنا يعني إنجاز هذه المهمة الأولى وجدناها صعبة جدا، حيث عندما تقوم بالذهاب إلى هنا وبعد ذلك سوف ترافق أصدقائك، يعني رايدر سويت وكذلك بيك سموك، بعد ذلك سوف تهاجمكم عصابة البالاس، وهنا تكمن أصل الصعوبة يا رفاق، وهو الهرب من عصابة البالاس. على العموم في مقطعنا لليوم يا رفاق سوف نقوم بتجربة مميزة جدا، وهي إلى أين تذهب سيارة البالاس أو عصابة البالاس بعد هروبنا منهم أو بعد إنجازنا للمهم. فهذا ما سنكتشفه يا رفاق لليوم. لا أعرف بصراحة إلى أين سوف نذهب بصراحة، هذه أول مرة سوف أقوم بهذه التجربة، وبالطبع سوف أقوم بها معكم وأكتشف أيضا معكم لكي نرى ونكتشف إلى أين تذهب سيارة عصابة البالاس بعد هروبنا منهم. وبالضبط فإن السيارة تهرب أو تبتعد عنا عندما ندخل إلى شارع الجروف ستريت هذا. ومثل ما أخبرتكم بالأول فهذه المهمة تعتبر أصعب مهمة يعني في بداية اللعبة، فاليوم سوف أساعدكم، والشيء الذي يجعل المهمة صعبة جدا وهي أنكم ليست عندكم أسلحة بالأول، لا ليست لديكم أسلحة لكي تقومون بقتال العصابة من داخل من السيارة، لهذا ستضطرون فقط الهرب منهم بالدراجة، وهذا ما يجعل المهمة صعبة. لكن عندي طريقة سهلة جدا يا رفاق، ما عليكم سوى الصعود فوق هذا فوق سطح منزل سويت. جيد حسن، أخيرا استطعت الصعود إلى سطح منزل سويت. هنا سوف تجدون هذا السلاح يا رفاق، سوف يساعدكم كثيرا في المهمة، هذا ما ستحتاجونه فقط. وأيضا يوجد سلاح آخر في هذا النهر هنا، لا أعرف أين بالضبط، فقط سوف تأتون إلى هناك على ما أعتقد، قد تجدونه في هذا المكان فقط، هنا يوجد أو في الأسفل، المهم يوجد في هذا النهر، عليكم البحث عنه وهناك سوف تجدونه. فهذا السلاح سوف يساعدكم كثيرا في إنجاز المهمة. فدعونا ندخل إلى منزل سي جاي كي نرى معا يا رفاق. طبعا أنا سوف أقوم باجتياز الكاتسل لأنني قمنا بتختيم هذه المهمة، ولنحتاج يعني إلى مشاهدة الكاتسل بالكامل لأن الفيديو أصلا سوف يأخذ منا وقت كثير جدا. على العموم هنا سوف نذهب عند سويت، سوف يأخذنا بيك سموك عند سويت وكيندل وريدر كذلك. نعم هنا إلى المقبرة لأن هنا مدفون براين أخو سي جاي الثالث. ممتاز، دعونا الآن نتخطى الكاتسين. وهنا يا رفاق سوف تهجم علينا عصابة البالاس من تلك السيارة، انظر معي لحظة، هذه هي السيارة التي تحدثنا عنها، انظر معي قامت بتفجير سيارتنا وليس لدينا أي خيار الآن عدا الركوب في الدراجة. حسنا المهم يا رفاق علينا الآن اللحاق بكما ترون، فعلينا الآن اللحاق بسويت، نعم بسويت وبيج سموك. انظروا معي يا رفاق هذه هي السيارة لقد لحقت بنا يا رفاق سيارة البالاس. فإذا أردتم اجتياز المهمة بسهولة انزلوا فقط من الدراجة وقوموا بقتلهم على هذا الشكل كما ترون، وهكذا أنهيتم يعني أصعب مشكلة. لحظة، لكن توجد مشكلة أخرى وهي عليكم الهروب من الشرطة، وطبعا سوف تحصلون على نجمة واحدة فقط، وهذا سوف تتخلصون من رجال الشرطة بكل سهولة كما يمكنكم يعني اجتياز المهمة بسهولة تامة الآن. فالآن ما سأفعله كما ترون معي فقط هنا في هذه اللقطة أردت أن أريكم يعني كيف تقومون
يعني بإنجاز هذه المهمة بسهولة. والآن كل ما عليكم فقط هو اللحاق بسويت فقط. انظروا معي سوف نلاحظ معا، لو كانت السيارة ما زالت يعني لو كانت العصابة ما زالت على قيد الحياة كانت سوف تلاحق يعني سويت، ستظهر يعني في تلك الكاتسين وسوف تلاحق بسويت، لكن لم تلحق، لا توجد سيارة لهذا سويت الآن معنا. على العموم دعوني أعيد المهمة من جديد. حسنا رفاق، ما سأفعله الآن في هذه المهمة أو في هذه في هذا المقطع الآن أو في هذه المهمة، وهو أنني سوف أحاول الهرب فقط من عصابة البالاس لكي نقوم يعني بتلك التجربة يا رفاق، ونرى معا إلى أين تذهب سيارة البالاس بعد أن نقوم يعني بالهرب منهم. فستكون المهمة صعبة قليلا. أوكي، أوه يا للإزعاج، هذا وقتكم، هل هذا وقتكم؟ يلا يلا الحقوا بي فقط، لا تهجموا علي، الحقوا بي فقط ولا تهجمون علي. اوكي ابتعدنا عنهم قليلا. حسنا اوكي، في اللقطة الاولى يا رفاق في التجربة الاولى قمنا بقتل عصابة البالاس ولم يظهروا في هذه الكاتسين التي سوف نشاهدها معا. انظروا معي، هذا ما اخبرتكم. الان بما ان العصابة ما زالت حية سوف تقوم الان باللحاق بسويت فقط. كما إذا لاحظتم يا رفاق فإن عصابة البالاس فإنها تستهدف سي جاي وسويت فقط، لا تستهدف رايدر وبيج سموك. وتعرفون لماذا؟ لأن سويت وبيج سموك فهم حلفاء لعصابة البالاس، لهذا لم يقوموا بالهجوم عليهم. وبصراحة هذا الشيء لم ألاحظه الصراحة في أول مرة عندما لعبت جي تي اي سان أندريس، لأنهم اعتقدت بأنهم يلاحقونني فقط لأنني جديد في هذه المدينة. حسنا اقتربنا الآن من المكان الذي سوف يقومون بالاستدارة منه. لحظة، ليس هو أوف 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 أوف. الآن بعد دخولنا إلى الشارع التالي بعد أن نقوم بقطع هذا الطريق سوف يقومون بتغيير طريقهم. انظروا معي، والآن سوف أقوم بالذهاب واللحاق بهم لكي أرى وأكتشف إلى أين يذهبون. هذه هي الفرصة. لحظة، لا تهربوا. لحظة، سوف أفقدهم. فقدتهم على ما أعتقد. حسنا وصلنا الآن إلى حي الجروف ستريت. أوه لا 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 مشكلة 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 مشكلة. ابتعدوا عني. ممتاز، يلا الحقوا بي، يلا تعال. الآن سوف يرحلون يا رفاق من هذا الطريق على ما أعتقد. نعم انظروا معي، الآن سوف أقوم باللحاق بهم طبعا باستخدام مود النوكليب هذه المرة، ولن أتركهم يهربون مني هذه المرة. حسنا لكي أرى وأكتشف إلى أين ستذهب سيارتهم. لا أعرف بصراحة إلى أين سوف يذهبون، لكن هذا ما سنكتشفه معنا رفاق. حسنا جميل، حسنا رفاق كما ترون لقد قمت بمطاردتهم لمدة طويلة جدا كما رأيتم يا رفاق، وما زلت أطاردهم، لكن كما ترون معي وصلوا بالأول اعتقدت بأننا عندما اقتربنا إلى من هذه المنطقة فاعتقدت بأنهم سوف يذهبون إلى المدينة الجديدة أو المدينة الثانية
لكن لم يقوموا بالذهاب إليها، بل بدأوا يتجولون في هذه المنطقة فقط. وأعتقد أن هذا هو الشيء الذي برمجتهم شركة روكستار جيمز عليه، يعني يقومون بالتجول فقط يعني في أنحاء المدينة يعني بما لا نهاية. وعندما تبتعد عنهم قليلا يعني عندما تبتعدون عنهم قليلا فإنهم سوف يختفون مباشرة. على العموم هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، فأتمنى أن تعجبكم هذه التجربة، وأتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، وأتمنى ألا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات كي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد. كان معكم أيوب أو يوبي، مع السلامة.